صراحة أنا ضد هذا الموضوع بسبب المادة تكون كلش رديئة. تعرفين إنه إحنا اليوم الفيلر بأنواع، الأنواع اللي دا يستخدموها أهل الصالونات بأسعار كلش بسيطة هي أساساً مخصصة للجسم مو مخصصة للوجه. فهذا السبب يمكن نلاحظ إنه أسعارها جداً بسيطة، يعني فيلر البودي يكون مادة قوية، التركيز مالتها قوية، فنهائياً إحنا مو من المطلوب إنه إحنا نستخدمها للوجه. هذا الشيء اكيد راح يعطينا سايد افكت، ومرور الزمن يجوز حتى يسوين تهدد بالبشره، وهذا الشيء احنا تكفينا عنه. مع الفيلر ممكن هواي اسباب تسويه. طيب شنو الفرق بين الفيلر اللي نستخدمه بالوجه والفيلر اللي نستخدمه للشفه؟ نقدر نستخدم فيلر الشفه للوجه او بالعكس؟ اكيد لا، فيلر الوجه هو مخصص للوجه بالنسبه للتركيز، الماده مالته تكون طريه حلوه، فما نقدر انه احنا نستخدمها للجسم، بينما الجسم التركيز يكون مالته كلش عالي وقوي، مخصصي المناطق بالجسم معينه. طيب وفيلر الوجه والشفه نقدر نستخدمها؟ اكيد لا، لانه احنا تعرفين الشفه منطقه رقيقه. اكيد فاكيد مو من الصح انه احنا نستخدم الشفه مثلا فيلر الشفه نستخدمها للوجه. اكيد والعكس صحيح. طيب نبتعد شويه عن فيلر الوجه والشفه، نجي نحكي عن السوفت فيلر. السوفت فيلر اللي هو اللي ينحقن باسفل العين، اللي هي تقعر العين. شنو الكثافه مالته تكون كلش بسيطه نقدر نستخدمها؟ شوفي هو اساسا السوفت فيلر ممنوع حتى من الصحه. ليش؟ لانه هو يسبب لنا انسداد بالشرايين كلش قوي اذا انحقن بطريقه خاطئه. احنا حاليا اللي بدنا نلجا له واللي دارج كلش هسه واللي بدنا ننصح به اللي هو البوستر فيتال امن، نسبه مالته طريه وتكون امنه. طيب خلينا ننتقل شويه للبوتوكس. البوتوكس نقدر نشوفه انه هو علاجي وبنفس الوقت تجميلي. البوتوكس عده انواع اللي يعرفوه البنات، اللي هو فقط اللي متعارف عليه ومتداول، اللي هو فقط المال التجاعيد. بس خلينا نعرفهم اكثر عن الفرق بين بوتوكس التجاعيد وبوتوكس الشقيق او بوتوكس الشفه اللثويه. شوفي هو احنا البوتوكس له عده استخدامات. اول شيء هو يعالج لنا الشقيقه، يشتغل عليها ينطينا منظر حلو للجبين وحول العين، وبنفس الوقت نقدر نشتغل. تعرفين احنا هسه موسم صيف، فلذلك انه احنا نشتغل لمعالجه فرط التعرق بالنسبه للاندر ارم او الكف، وبنفس الوقت نقدر نشتغل بتكنيك حلو وبسيط المنطقه الرفعه. ها حلو. طيب خلينا اتطرقتي للكف، شنو اللي حاليا دارج اللي هي الكولاجين، النظاره اللي دي يستخدموها للكفوف؟ تعرفين احنا كل ما نتقدم بالعمر اكثر نفقد الكولاجين اكيد أكثر. نعم. فحاليا احنا بدنا نشتغل على الايد من ناحيه البي ار بي تكون ماتريكس او مفعله، ويكون وياها مثلا ميكس حلو اللي هو الكولاجين والهيرونيك اسيد، وبنفس الوقت تكون وياها هوايه ميكس نان وايت حتى ننطي منظر حلو للايد، لانه احنا هسه ما نعتني بس بالوجه والايد تكون منظرها تعبان. لازم نفس ما ننطي اهميه للوجه. نعم. ننطي للايد. طيب خلينا ننتقل، بما انه حكينا عن نظاره الايد فاكيد الوجه له حق علينا. ولازم دائما نعتني بنظارته. دنلاحظ انه كثير من النظارات هسه ومكسات النظاره اللي دنلجأ لها بالمراكز التجميل، فاحكينا شويه عن مكسات النظاره اللي متوفره وشنو اكثر شيء دتلقين انه اكو زبائن ديجون عليه. صراحه حاليا المكس ابره الذهب او الكولاجين او الابره الورديه حلو، تنطي فوليوم للوجه، تنطي نظاره، تنطي حيويه للوجه، بالاخص احنا هسه من اشوف وجهك يكون مريح العين وبنفس الوقت يكون حيوي. نعم. يعني اكثر شيء ابره النظاره. طيب هسه اني مثلا اني جيت اريد اسوي ابره نظاره، شنو تنصحيني الخطوات اللي لازم ابلش بيها قبل الحقن؟ اول خطوه نبلش بيها تنظيف البشره. نعم. يكون تنظيف عميق للبشره. تعرفين احنا مثلا اليوم شمس او ميك اب او حراره، هاي كلها لها تاثيرات على الوجه. اكيد. فاهم شاء الله احنا نشتغلها ناهل الوجه للنظاره الصحيحه. فنبلش اول خطوه تنظيف البشره، بعدها نبلش نظارة. طيب ايوه هسه احنا اذا قلنا انه انا جايه هسه كزبونه وراح نبلش اول خطوات هي تنظيف البشره، صحيح؟ صح. بس قبل تنظيف البشره ذكرتي لي انه لازم نسحب دم. نسحب دم، زين. سؤال بسيط، ليش لازم نسحب دم من الشخص نفسه؟ اكيد لانه البلازما هي اساسا من دم الشخص نفسه. نعم. فالمفروض انه احنا نسحب دم منك بعدها تفصل وياها نسوي ميكس حلو ونسوي نظاره. اذا خلونا نروح نبلش نسحب دم ونروح نسوي تنظيف البشره، راجعي ابقوا يعني.